سؤالنا كان بيقول برأيك ما هو سبب انتشار البلطجة في المجتمع المصري؟ ده سؤال الحلقة الثانية، وكان بيتكلم بطبيعة الحال عن البلطجة، وسألنا المتابعين على صفحتنا في المحظور وكذلك على صفحة قناة الشرق لماذا انتشرت البلطجة في المجتمع المصري خلال الكام سنة اللي فاتت. طبعا تفاعل كبير جدا من زوار الصفحة على السؤال. إبراهيم ممكن أقوم على الفيديو وول ولا في مشكلة؟ طيب شكرا. عصام أبو شنب جاوب على السؤال وقال السبب لخصه ابن خلدون في جملتين، الجملتين بيقولوا الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها، نسأل الله أن يغير حالنا وحال بلادنا إلى أحسن حال. أما أبو زيد الأشلان بيقول انحدار المستوى المعيشي وتدني الحالة الاجتماعية وانتشار الفقر والجهل والبعد عن الدين والعادات والتقاليد الحميدة وغياب القدوة الحسنة. أما يحيى الطرياوي أستاذ يحيى بيقول البلطجة يقوم بها فرد بالمجتمع ويعتمد بالمقام الأول على خوف كل من يتقابل معه وعدم مواجهته بشكل جماعي من كل المحيطين له، بل وتوجد البعض يتودد إليه ويعامله معاملة الأصدقاء اتقاء لشره، وهذا يجعله يتمادى في سلوكه وزيادة حدة بلطجته. لكن إذا قوبل بالرفض الجماعي أكيد سيختفي من المجتمع بشكل نهائي. واضح نادر أن الناس بتتفق أن البلطجة دي ظاهرة مجتمعية بالأول والأخير، وسببها الجهل وسببها قهر الشعوب، سببها زي ما قال أبو زيد انحدار المستوى المعيشي. أما الأستاذ يحيى الطلياوي كان لي تفسير عميق شوية، أن البلطجي بيحاول يرهب المجتمع والمجتمع هو سبب تفشي هذه الظاهرة وسبب أيضا تمادي البلطجي. طورنا كده بعض أيضا من إجابة المعلقين على صفحة على سؤال على الفيس. نادر قبل بس ما أكمل، وليد اليومين اللي فاتوا لما حطينا السؤال بعض الناس المقربين يعني تواصلوا معايا على التليفون وكلموني في موضوع البلطجة وقالوا أنتوا هتتكلموا أكيد في البلطجة، فقالوا لي لما تيجوا تتكلموا في البلطجة افتكروا وقولوا للناس إن في بلطجي موجود على رأس السلطة في مصر، بلطجي موجود على رأس السلطة في مصر هو ده اللي لازم تتكلموا عنه. كنت بتواصل النهاردة وليد مع أحد الضيوف علشان يكون معانا ضيف في الاستوديو، فقال لي انتوا هتتكلموا على البلطجة، ده في بلطجي كبير اسمه عبد الفتاح السيسي قاعد في الاتحادية بلطج على الشعب المصري، دمر الدستور ودمر الانتخابات وسد منابع الحرية والديمقراطية في مصر وقفل كل منبع وكل منفذ للحريات وقمع وقتل وقهر وسفك دم الشعوب، فهو أكبر بلطجي موجود على رأس السلطة في مصر، هم اللي بيقولوا وهو الشعب المصري شايف عبد الفتاح السيسي كده. أم مصطفى ياسر بتقول إن غياب المساجد وقت اهتمامهم بالأشبال وتقويمهم، يعني بتقول إن كان زمان المساجد بتهتم، دلوقتي المساجد يعني قفلوها وأمموها وعملوا لها مواعيد. الزميل الإعلامي ياسين صبيح بيقول الدراما والأفلام عامل أساسي. ياسين خليك معانا لآخر الحلقة، أكيد هتلاقي كلامك موجود عنصر ومحور مهم جدا في الحلقة. محمد الشرباجي بيقول غياب التعليم والقانون في المقام الأول، مفيش قانون في مصر للأسف يا محمد. أسماء محمود راجع بتقول لو هنتوسع في أكتر من بند، وسائل الإعلام اللي صورت إن حقك مش هتاخده إلا وإنت بلطجي، هنعرف برضو الكلام دوت، وتصوير البلطجي بالجدع وابن البلد وغياب الدعوة وعدم تفعيل القانون، مفيش قانون في مصر في ظل حكم عبد الفتاح السيسي. أنا عايز أقول لك حاجة نتر بخصوص عبد الفتاح السيسي وإن في بلطجي بيحكم مصر. انت متفق الاول انه بلطجي جدا لا بعد ما تتخيل يعني. عندنا نوعين من البلطجه، في البلطجه الشخصيه اللي بيقوم بيها شخص، في بلطجه الهيئات بقى، بلطجه الدوله، بلطجه الشرطه، بلطجه القضاء، بلطجه البرلمان، بلطجه بعض المؤسسات اللي موجوده في مصر زي بلطجه مثلا بعض النقابات المهنيه ضد اعضائها، بلطجه بعض المؤسسات ضد العاملين فيها زي بعض الشركات زي شركات عثمان محمود عثمان وشركات السبكي وحسن علام والحاجات دي، كل دي بتمارس ما يسمى ببلطجة الأنظمة. عبد الفتاح السيسي بلطجي بيحكم مصر، بلطجي جه على ظهر دبابة بيحكم مصر بمبدأ البلطجة، اللي هيتكلم هيتقتل واللي هيتكلم هيتحبس وأنا لوحدي مصر دي. يعني انت عايز تقول ان المؤسسات كمان بتمارس البلطجة؟ نعم طبعا طبعا، هي لما الشرطة تعمل كده في المصريين زي ما حصل زي ما بيحصل زي ما حصل امبارح وأول، او زي ما بتقتل كل يوم المصريين خارج إطار القانون، ما هي دي بلطجة. لما صاحب المؤسسه يقول للعاملين همشيكم ما لكمش حاجه الأمن عندي، وليد هو بيحفظ الامن، بيقول لك انا بحفظ الامن، انا لما اقتل ولما اصفي
ولما اجيب 15 واحد اكون عامل لهم اخفاء قصري بقالهم شهرين ثلاثه وبعدين يتقتلوا. ما انا بحفظ الامن. الامن مش انتوا عايزين الامن؟ هو مش انتوا جبتوا عبد الفتاح السيسي علشان يحفظ الامن؟ شوف يحفظ الامن. شوف اقرب طريق لتحقيق الامن في اي مكان او في اي مؤسسه او في اي دوله هو العدل. العدل هو اقرب طريق لتحقيق الامن. اذا ساد العدل في اي دوله او في اي مؤسسه اكيد الامن هيتحقق. محمد جابر بيقول الاسره مشغوله في لقمه العيش والتعليم، مستوى ضايع، حتى المدرس مش بيقدر يتكلم مع التلميذ، حتى في بلطجه في المدارس يا نادر، بلطجه التلاميذ دلوقتي ضد المدرسين، مفيش مدرس بيقدر. فاكر احنا زمان كنا بنسمع، انا فاكر وانا صغير لما كنت في ابتدائي لما اسمع اسم المدرس بس داخل يا باشا ده انا كنت بستخبى. دلوقتي بنشوف تلاميذ بيضربوا المدرس، وطبعا ده اللي رسخه ايضا الاعلام مستشفى المسرحيه بتاعت التلاميذ دي كان اسمها مدرسه المشاغبين، هي اللي رسخت طريقه التعامل مع المدرس. محمد السيد بيقول عدم تربيه الابناء على قيم الدين الاسلامي والبعد عن ربنا اسباب للاشياء كثيره او للاشياء كثيره في ضياع جيل كامل. احلام بتقول الجهل بسبب عدم الاهتمام بجهاز التعليم والجيل الصاعد، وهذا يعود للوضع المادي الصعب الذي يعاني منه الشعب، لذلك يلجؤون للبلطجه لنيل ثمن قوتهم، ناهيك عن الايادي الاجنبيه التي تعبث بالبلاد ليسوء الوضع أكتر وأكتر ويكون مبرر للحكم الدكتاتوري العسكري. إذن المعلقين على صفحة الفيس وعلى السؤال بتاعنا برأيك ما سبب انتشار البلطجة، تقريبا اتفقوا بعضهم على أن البلطجة ظاهرة مجتمعية بسبب الجهل وبسبب غياب القيم، بعضهم قال أنها بسبب الظلم اللي حاصل في البلد وعدم الاهتمام بالتعليم، بعضهم قال بسبب الفقر، بعضهم ذهب إلى نظرية المؤامرة زي أحلام واللي قالت بسبب أيادي خارجية. أما باسل الزميل باسل بيقول سيادة قانون الغاب يشجع على البلطجة وتغييب التشريعات والقضاء أيضا تساهم في ذلك. دكتور سحر بتقول التلفزيون والأعمال الهابطة تقريبا بتضم صوتها لياسين، وهنشوف تأثير التلفزيون في نهاية الحلقة. عبد المنعم محمد بيقول الإعلام وغياب الوعي الديني يسبقهم الفقر والجهل المتعمد. أخيرا شادوان بيقول الفساد الأخلاقي الأب والأم، الفساد الأخلاقي للمعلم، غياب الوازع الديني، اجتماع هالعوامل يولد مجتمعات فاسدة نفسيا وأخلاقية. نادر وليد عايز بقى بعد ما شوفنا التويتات والبوستات والتعليقات ديت خليني أبدأ من الآخر شوية. حوالي أسبوعين قامت معركة كبيرة جدا وحرب شوارع في شارع شريف في القاهرة. الشارع ده كله محلات وكله محلات ملابس ومحلات كتير، وقامت المعركة والمعركة كانت على أشدها في هذا الوقت وفي هذا المكان، والمحلات اتكسرت والبضاعة اتبهدلت والناس ما بقتش طايقة نفسها، والأمن ما اتدخلش كالعادة غير في الآخر، وتقريبا ما شفناش الأمن وكان في غياب تام